لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءاتنا الخاصه والحصريه والقويه جدا في معسكر النادي الاهلي في كرواتيا. دلوقتي معايا لاعب ونجم كبير جدا تالق مع النادي الاهلي سواء الموسم اللي فات وايضا مع المنتخب المصري في كاس العالم، وهو حارس مرمى النادي الاهلي منتخب مصر كابتن محمد الشناوي. الشناوي برحب بيك وسعيد جدا ان انت معايا النهارده واول ظهور ليك بعد كاس العالم. لا بشكرك يا امير وبرحب بيك طبعا على قناه النادي الاهلي، وبشكرك على الكلام اللي بتقوله ده والحمد لله اول ظهور بعد كاس العالم الحمد لله. يعني خلينا نبتديها واحده واحده كده ونتكلم في البدايه عن النادي الاهلي، واحنا في معسكر مهم جدا بالنسبه للفريق، مقبلين على تحديات كبيره جدا وصعبه، واولها بطوله افريقيا ومباراه تاونشيب سواء المباراه الاولى او المباراه الثانيه. ورغم ان احنا يمكن موقفنا صعب شويه في البطوله، لكن انا شايف جديه وتركيز كبير جدا من اللاعبين. اهميه المعسكر وشايفه ازاي خلال الفتره؟ والله انا شايف البطوله افريقيا دي انت عارف اللي احنا النادي الاهلي بنفكر في اي بطوله بنخشها لازم نكون بالنسبه لنا البطوله بيبقى الكاس بالنسبه لنا هو البطوله. انا شايف ان المعسكر اول ما جيت المعسكر في التزام جامد واللعيبه كلها مركزه ومعنا جهاز محترم وشايف ان الناس كلها مركزه، وان شاء الله احنا ماشيين الفتره اللي فاتت دي في الماتشات في افريقيا ماشيين وحش، بس احنا ادينا اداء كويس في الماتشات اللي فاتت بالذات ماتش الترجي ان هم خطا طبعا يعني الناس كلها كانت شايفه وهي اللي حطتنا في الموقف اللي احنا فيه ده، بس انا شايف ان شاء الله التركيز اللي موجود في اللعيبه واللعيبه على قد المسؤوليه، انت عارف لعيبه النادي الاهلي بيبقوا مركزين واحنا بنتحط في المواقف الصعبه بنطلع منها، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده الماتش الجاي والماتش اللي بعديه، بس نفكر في الماتش الاولاني اللي عندنا في مصر وبعدين كده نشوف الماتش الثاني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى معنا التوفيق في الماتش الاولاني والماتش الثاني، وان شاء الله ان شاء الله يعني نفكر في نعاد الدور الاولاني وبعد كده نفكر في اللي جاي يعني ان شاء الله. رغم صعوبه الموقف شويه بعد الخساره في مباراه والتعادل في مباراه اخرى، شايف ان احنا ان شاء الله قادرين بالمجموعه الموجوده بالجهاز الفني كمان الجديد مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف قادرين نصحح المسار ان شاء الله ونرجع في البطوله؟ اكيد طبعا احنا لعيبه النادي الاهلي طبعا او النادي الاهلي عامه هي كلها احنا تيم واحد بالجهاز الفني باللعيبه، لا احنا قادرين ان احنا نعدي الدور ده لان دي مش اول مره ان النادي الاهلي يتحط في مواقف صعبه، وان شاء الله يعني اللعيبه كلها مركزه واحنا زي ما قلت لك اللي احنا بنتحط تحت ضغوط بنطلع منها يعني ان شاء الله هنعدي الدور ده ان شاء الله. طموحك مع النادي الاهلي، انت حققت اكيد بطولات مع النادي الاهلي لكن لسه بطوله افريقيا اعتقد لسه ما حققتهاش، الفتره الجايه شايف المستقبل ازاي بالنسبه لك مع النادي الاهلي وبالنسبه للفريق بشكل عام، وخصوصا زي ما قلنا في مشوار كبير جدا وجمهور النادي الاهلي دايما متعود على اي بطوله بيشارك فيها الفريق بيبقى الهدف الاول والاساسي هو الفوز بيها؟ اكيد طبعا احنا الفتره اللي فاتت بالنسبه لنا يعني هي كانت كويسه، خدنا بطوله الدوري وبطوله السوبر واحنا دلوقتي ماشيين في بطوله افريقيا، انا ما حققتش بطوله افريقيا مع النادي وانا موجود بلعب، وان شاء الله الفتره الجايه دي احنا مش انا لوحدي التيم كله الفرقه كلها نبقى على قد المسؤوليه ونفكر احنا كلنا بنفكر تفكير واحد اللي احنا ناخد البطوله الافريقيه عشان خاطر النادي الاهلي ومجلس ادارته بالجهاز الفني وعشان خاطر الجمهور طبعا اللي احنا على طول يعني على طول بنوعده باي بطوله بنخشها اللي احنا بناخدها ونفرحهم الفتره الجايه ان شاء الله بالبطوله دي، بس عايزه تعب وعايزه صبر من اللعيبه ومن الجمهور، هم لازم يكونوا ورانا في ظهرنا وان شاء الله الفتره الجايه هنبقى على قد المسؤوليه وان شاء الله هنعدي وان شاء الله ان شاء الله يعني مفيش حد عارف اللي جاي في ايه، بس احنا بنقول يا رب وندعي ان احنا ان شاء الله نكون ناخد البطوله دي ان شاء الله. في ظل تواجد جهاز فني جديد سواء مستر باتريس كابتن محمد يوسف وانت لاعب عندك خبرات كبيره جدا ونجم كبير جدا سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، شايف الفتره ممكن تستغرق قد ايه عشان اللاعبين يستوعبوا الفكر الخاص بمستر باتريس كارتيرون وهو خصوصا لسه مقبل جديد على الفريق؟ لا ما فيش، انت عندك طبعا احسن لعيبه موجوده طبعا في الدوري المصري كله، طبعا انت معاك لعيبه بتفهم يعني هتستوعب الموضوع اكتر وهم بقى لهم فتره كبيره موجودين مع الجهاز الفني الموجود كله، طبعا في تكتيك في حاجات اتعملت، انا الماتش اللي فات اللي احنا لعبناه اللي احنا كنا موجودين الفرق اللي احنا دوليين لما جم في سيستم محطوط في
حاجات كانت متنفذه احنا بننفذها للمدير الفني. لا احنا يعني انا شايف ان احنا يعني هنقدر على الماتش يوم 17 ان شاء الله، الفرقه تبقى جاهزه من كل الفنيات واللياقه البدنيه. لا يعني الفرقه احنا عندنا فرقه اللعيبه كلها بتستوعب بسرعه ومحترفه وعارفين الشغل وعارفين كل حاجه، يعني ان شاء الله مش هيبقى في ازمه في الموضوع ده خالص يعني. طبعا معايا محمد الشناوي، لازم نتكلم عن منتخب مصر والتألق الملفت ما شاء الله من خلال مشاركتك مع منتخب مصر، بغض النظر عن النتائج بالنسبه للمنتخب يمكن كان الدنيا مش ماشيه معانا قوي، لكن عايز اعرف، عرفت انك هتكون الحارس الاساسي بالنسبه لمنتخب مصر قبلها بقد ايه، او تم ابلاغك من قبل كابتن احمد ناجي او مستر هيكتور كوبر، عرفت قبلها بقد ايه؟ مفيش، انا موضوع كاس العالم احنا تعبنا في المعسكر الاولاني بتاع الكوب، بس ببارك لك على ادائك الاول، يعني دي اول حاجه لازم ابارك لك على الاداء الرائع، مباراه اوروجواي ومباراه روسيا ايضا، ما كانش كمان احنا ما كناش فايقين قوي في مباراه روسيا بالتحديد، لكن البدايه لازم ابارك لك على الاداء الرائع في كاس العالم. ربنا يخليك يا امير، والله ده بيبقى تعب الفرقه كلها مع الكابتن ناجي ومع الجهاز الفني كله. طبعا احنا، ما انا بقول لك احنا بدانا المعسكر من اول معسكر الكويت، احنا اشتغلنا اللي احنا كلنا عامه الفرقه كلها اشتغلنا وتعبنا، وكان ساعتها كان في صيام والكلام ده كله، وكابتن ناجي جهزنا بشكل كويس، وكان اي حد هيكون موجود مكاني برده كان هيأدي نفس الاداء اللي احنا جهزنا كويس، وكابتن تعب كابتن ناجي تعب معانا الفتره اللي فاتت ديت طبعا، وما اقدرش انسى برده طبعا الفتره اللي احنا برده قبل ما نروح احنا كنا مفنشين مع كابتن طارق طبعا، و كابتن طارق سليمان برضو كان عامل مجهود معانا، بس احنا بنتكلم على المعسكر لما كنت مع كابتن ناجي، هو لا اشتغل معانا نفسيا كويس، اشتغل معانا فنيا وبدنيا طبعا، والمنتخب كله كان نفسه كان يعمل حاجه والجمهور المصري له، بس احنا الماتش الاولاني كنا كويسين وعملنا اداء كويس جدا الفرقه كلها، بس توفيق دخل فينا جون في الدقيقه 89 دي يعني الواحد صعبه شويه علينا كلنا، بس كنا قاعدين بشكل كويس. ماتش روسيا طبعا اتخطفنا في 12 دقيقه، بس انا اللي شايف اللي احنا عملنا مباراه كويسه جدا الشوط، لا والشوط الاول وبعد ال 12 بعد ال 12 دقيقه، يعني من اكتر الماتشات اللي احنا وصلنا للجون ماتش روسيا، بس ما كانش معانا التوفيق، انا شايف اللي احنا ما كانش معانا التوفيق خالص في الماتشات ديت وماتش السعوديه الاخراني، انا كنت شايف بس اللي احنا مش معانا التوفيق، بس انا بقول للجمهور المصري كله يعني زعلوش، احنا كان نفسنا ان احنا نعمل حاجه لبلدنا مصر، والجمهور اللي جه ورانا احنا بنقول لهم، بقول لهم من صفه شخصيه للشناوي، وبقول لهم ما تزعلوش، وبقول لهم احنا اسفين، بس احنا كان نفسنا ان احنا نعمل لكم حاجه وكنا نعدي الدور الاولاني على الاقل، بس هي دي الكوره، واحنا بقالنا كتير ما وصلناش، وخدنا خبرات اللعيبه اللي كانت موجوده كلها خدت خبرات من المشاركه واللي هو في كاس العالم، وشفنا الاجواء ماشيه ازاي والكلام ده كله، بس انا برضو من الكلام اللي انا بقوله ده انا عارف ان انتوا برضو هتكونوا زعلانين، بس انا بقول لكم تزعلوش، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل حاجه الفتره الجايه مع المنتخب في بطوله افريقيا، وان شاء الله في التصفيات بتاع كاس العالم، وان شاء الله يعني تكونوا ورانا ونعمل حاجه ونسعد تاني، ودي كل حاجه طبعا في ايد ربنا، بس انا بقول اللي انتوا لازم تكونوا ورانا، وخلاص حصل حصل والماتش اتعدت لازم ننساها، وان شاء الله الفتره الجايه نعمل حاجه كويسه ونفرحكم ان شاء الله. الكلام برضو كان كتير على حراسه مرمى منتخب مصر قبل كاس العالم، والبعض قال الشناوي اللي هيلعب، البعض قال الحضري، البعض قال شريف، انت بلغت امتى ان انت هتبقى الاساسي بالنسبه لمنتخب مصر في كاس العالم، وتوقعك الشخص انت كنت عارف قبلها بقد ايه، او انت كنت حاسس قبلها بقد ايه انك هتكون متواجد كاساسي في كاس العالم؟ انا عرفت قبلها بقد ايه، عرفت قبلها بيوم، قبلها بيوم مين اللي كان هيلعب بالكاس العالم، لا احنا الثلاثه كنا زي بعض، كنا احنا الثلاثه بنتمرن ونشد من بعض، واحنا كنا مركزين جدا، وكابتن ناجي كان بيتكلم معانا ان اي حد هيكون موجود هو هيلعب باسم مصر، وانا احنا كلنا كنا حاطين في دماغنا كده اي حد يلعب يلعب باسم مصر، ولازم اللي هيلعب لازم يأدي يكون قد المسؤوليه، وانا اتبلغت قبلها بيوم والحمد لله لعبت واديت بشكل كويس الحمد لله، يعني اي حد هيكون موجود احنا كلنا كنا شغالين كويس، واي حد كان موجود كان يعني هيأدي وممكن يكون احسن مني كمان.
بس انت يعني على المستوى الشخصي بالنسبه لك انت كنت من شهور عارف ان انت هتبقى الحارس الاول، مش من حد بس كان جواك احساس بكده صح؟ لا انا كنت حاطط هدف قدام عيني، يعني كنت حاطط هدف قدامي ان انا اكون موجود في كاس العالم. اكون موجود في كاس العالم دي يعني اكون موجود في كاس العالم اللي انا لازم اشتغل على نفسي كويس، لازم اشتغل في النادي ولازم اركز مع فرقتي والكلام ده كله. الحمد لله وبقيت موجود في كاس العالم. موضوع اللعب وغير مشاركه دي بتبقى في ايد الجهاز الفني طبعا. الحمد لله انا روحت الفتره المعسكر الاخراني والحمد لله احنا كلنا شاركنا وكله لعب وهم خدوا القرار، وقرار انا بحييهم كلهم عليهم طبعا، اللي انا هم يدوني ثقه زي ديت اللي ماسكه كبيره، وبشكرهم كلهم ان هم يكونوا واثقين فيا الثقه الكامله ديت. طبعا حتى لو كابتن عصام كان موجود او كابتن شريف كان موجود في اي مباراه اي حد كان هيبقى ادي وممكن يكون احسن مني، بس انا بشكرهم على القرار ده ومستر كوبر والجهاز الفني كله وكابتن احمد ناجي طبعا. والحمد لله يعني الحلم اللي كان قدامي كنت حاطه اتحقق يعني الحمد لله. لكن اول مباراه دوليه ليك في اول مباراه لمصر في كاس العالم بعد غياب 28 سنه، كنت بتفكر ازاي؟ يعني ممكن واحد ما كانش الشناوي كان يتهز، كان يبقى مخضوض شويه. بتلعب بطوله كبيره، المنتخب كان بقاله كتير جدا ما بيروحش، واول مباراه دوليه كمان. ازاي كنت بتفكر وبتتعامل مع نفسك من الناحيه النفسيه بالتحديد ازاي قبل المباراه لما عرفت انك هتبتدي اساسي في المباراه دي؟ لا ما فيش، هو كان اول مباراه دوليه رسميه ليا في النادي في المنتخب طبعا، في كاس عالم في بطوله كبيره طبعا اللي هي الاكبر طبعا في العالم كله. انا قلت لك ان الكابتن ناجي كان متعامل معانا نفسيا كويس جدا الفتره اللي فاتت دي كلها احنا الثلاثه، عشان كده ما جيت كان بيكلم معانا على طول. عشان كده ما جيت الماتش اوروجواي اشتغلت، هو اتكلم معايا قبل المباراه قال لي احنا نشتغل بهدوء وتشتغل تاخد قراراتك بهدوء وتشتغل اكنك بتلعب ماتش في الدوري، اي ماتش في الدوري بتلعبه اكنك موجود في الملعب. هو قال لي انا عارف ان انت بتبقى هادي في الحاجات دي، يعني مش فارق معاك الجمهور ولا فارق معاك الكلام ده كله، انا عارف ان انت تبقى هادي عشان كده هتعمل مباراه كويسه. واتكلم طبعا شويه في فنيات طبعا، لازم اتكلم الديفنس والكلام ده كله. انا نزلت اللي انا اللي في دماغي اللي انا اساعد زملاتي بس اللعيبه اللي معايا، اللي انا احنا كلنا تيم واحد، احنا كلنا تيم واحد، احنا نركز ونعمل اللي علينا والنتيجه دي بتاعت ربنا. نزلنا وعملنا اللي علينا واشتغلنا الحمد لله، يعني كله طلع باداء كويس وطلعنا كلنا المباراه عملناها مباراه جيده جدا، وبس النتيجه دي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر بس. طبعا ادائك ما شاء الله كان كويس جدا في كاس العالم، لكن سؤال اخير بخصوص منتخب مصر، من وجهه نظرك انت واحد افراد الفريق واحد افراد المنتخب وكنت اساسي كمان، الاسباب اللي ممكن ادت لخروج منتخب مصر، وكان في مصريين كتير جدا متعشمين ان المنتخب يوصل على اقل تقدير دور ال 16. لا انا مش شايف ان في اسباب ولا حاجه، ان الاسباب كلها انت بتلعب فرق كبيره ما بتلعبش فرق صغيره. انا بقول لك ان الفتره ديت انا اشوف انا احساس ان كان بس التوفيق مش معانا، هو لو التوفيق كان معانا كان على الاقل نطلع المباراه الاولانيه تعادل. لو المباراه الاولانيه كانت طلعت تعادل احنا كنا، انا كنت اقول لك بنسبه 80% اللي احنا كنا عدينا من الدور الاولاني، بس هي حصلت ان احنا طلعنا الماتش الاولاني خسرانين، الماتش الثاني اتخطفنا في 12 دقيقه يعني جون الثلاث اجوان ما فيش ده الفتره. بس انا شايف ان هو التوفيق اللي هو بس اللي ما كانش معانا، لو كان معانا التوفيق احنا كنا عدينا، ده بس الاسباب، انا غير كده ما فيش، وكل حاجه بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر يعني. عايزين لو ربنا عايز ان احنا نوصل نعدي الدور هنعدي، بس انا بقول للجمهور المصري كله ما تزعلش، وان شاء الله الفتره الجايه نعمل احسن حاجه عندنا ونشتغل واللعيبه كلها تشتغل، وان شاء الله نعمل حاجه احسن حاجه عندنا وما تزعلوش. هنرجع للنادي الاهلي من خلال سؤالين، سؤال ورساله. السؤال الاول عايز اسالك عن مؤخرا جالك عرض من احد الانديه وكان عرض كبير جدا، عايز اعرف التفكير بالنسبه لك انت كان ازاي، وخصوصا ان انا عارف ان انت متمسك اكيد بالنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كمان بيحب محمد الشناوي جدا، لكن في الموقف ده بالتحديد فكرت ازاي وتعاملت ازاي؟ مفيش خالص، هو العرض اتعرض على النادي والمواضيع دي انا اتكلمت فيها كتير قبل كده. اي حد عايز محمد الشناوي او اي حاجه بيبقى من خلال الاداره النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي هي
الاحتراف لو في الاخر. لا 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 انا ابن نادي من نادي، انا ابني من النادي الاهلي من اولاده، ما اقدرش اخد قرار في القرارات دي خالص. اللي هم شايفينه هم بينفذوا، حتى كمان انا ما كلمتش في الموضوع خالص ولا كلمت كابتن يوسف ولا اي حاجه خالص في الموضوع، ان انا اقول له اصلا اتناقش معاه في الموضوع خالص. انا الكابتن يوسف لما كلمني كان بيطمن عليا وكان بيظبط معايا موضوع اللي انا هاجي امتى والكلام ده كله، حتى كمان ما اتكلمناش في موضوع العرض ده خالص. لا ما فكرتش في الموضوع، بس طبعا الانديه كلها تحترم، وطبعا ان هم يعرضوا علي عرض زي ده طبعا ان هم ناس محترمه، يعني اي نادي يعرض اي نادي الاهلي طبعا يبقوا ناس محترمه، ونحن بنقدر كل الانديه، بس ده بيتي وانا اللي اتربيت فيه. وطبعا انا قلت في الاول والاخر ان ده قرار اداره، والاداره هي اللي بتحدد مصيري عامه، ان انا من ابناء النادي الاهلي ما اقدرش اخد قرار في الموضوع ده. اخيرا بقى عايز رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي من خلال شاشه قناه النادي. طبعا انا بقول لهم جمهور انا بحبكم جدا، والفتره الجايه ان شاء الله نفرحكم بالبطوله افريقيا اللي احنا طبعا في الاول وفي الاخر دي بتاعت ربنا، احنا نركز فيها ونعمل على ونسعى على قد ما نقدر ونجتهد في الماتشات اللي جايه ونفكر في البطوله، وان شاء الله ان شاء الله يعني نجيبها لكم السنه دي، ان هي بقى لها كتير غايبه عننا، وان شاء الله نجيبها لكم باللعيبه اللي موجوده بالجهاز الفني بالاداره كلها. طبعا احنا كلنا بنفكر تفكير واحد، اللي احنا اي بطوله بنخش فيها يبقى احنا رقم واحد فيها، وان شاء الله يبقى موسم جديد علينا وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني. وانا بقول لكم ان شاء الله الفتره الجايه نفرحكم، وحشتوني.